وزير التربية يصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لإيجاد حلول للحد من ثقل الحقيبة المدرسية. هيئة التميز والإبداع تحدد المحاور المطلوبة لمرحلة اختبارات المدارس في الأولمبياد العلمي السوري. استمرار فعاليات الدورات التدريبية لمدرسي وموجهي اللغة الفرنسية والمدربين المحليين. صدور أسماء المقبولين في السنة الأولى من معاهد التربية الرياضية. فرقة نهاوند التابعة لمعهد شبيبة الأسد للموسيقى تقدم حفلها السنوي على مسرح دار الأوبرا بدمشق. جولة لكاميرا الفضائية التربوية على نشاطات وفعاليات مديريات التربية في محافظات حماة وحمص وطرطوس والقنيطرة واللاذقية وفي الحسكة. أهلا بكم من جديد، نبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج التربوية في أسبوع. أصدر وزير التربية الأسبوع الماضي قرارا تم بموجبه تشكيل لجنة وزارية مهمتها إيجاد حلول للحد من ثقل الحقيبة المدرسية والتنسيق مع مديريتي الصحة المدرسية والتربية الرياضية في هذا المجال وتعميم ما يتم إقراره من توصيات على المدارس الحكومية والخاصة. حددت هيئة التميز والإبداع المحاور العلمية المطلوبة لمرحلة اختبارات المدارس من الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري للعام الدراسي 2019-2020، وذلك لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من جميع المحافظات. وأشارت الهيئة إلى أن المحاور تشمل مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية، داعية الراغبين بالاطلاع على هذه المحاور إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتبدأ اختبارات المرحلة الأولى على مستوى المدارس لمادة الرياضيات يوم الاثنين في 14 من تشرين الأول الجاري، والفيزياء في 17 منه، والكيمياء في 21 منه، وعلم الأحياء في 24 منه، والمعلوماتية في 28. ويحق للطالب أن يتقدم للمسابقة في أكثر من اختصاص من اختصاصات الأولمبياد على مستوى المدارس فقط، ثم يختار اختصاصا واحدا للمراحل اللاحقة. أعلنت وزارة التربية نتائج مفاضلة معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية التربية الموسيقية، وطلبت الوزارة من الطلاب الناجحين استكمال إجراءات القيد والقبول اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي في 9 من الشهر الجاري وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في 19 من شهر كانون الأول القادم. ومن جهة ثانية أعلنت وزارة التربية أسماء المقبولين في السنة الأولى بمعاهد التربية الرياضية في كل من دمشق وحلبة ودير الزور والحسكة للعام الدراسي 2019-2020. وتستمر الوزارة باستلام الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي من الطلاب المستجدين المقبولين حتى 20 من الشهر الجاري. ويشمل الأعلان المقبولين من حملة الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي وأبناء المعلمين والمتفوقين رياضيا وأبناء الشهداء من حملة الشهادة المهنية فنون نسوية والمهنية التجارية والصناعية دورة عام 2019. بدأت في محافظة دمشق فعاليات الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة التربية لمدرسي وموجهي اللغة الفرنسية والمدربين المحليين لمواكبة خطة تطوير مناهج اللغة الفرنسية. كاميرا التربوية واكبت فعاليات الدورة لمدرسي محافظتي درعا والسويداء، وأعدت التقرير التالي. بهدف مواكبة خطة تطوير مناهج اللغة الفرنسية ودعم المهارات الشفهية في تعلم اللغة،
أقامت وزارة التربية بالتعاون مع دار النشر أوغاريت دورات تدريبية لمدرسي وموجهي اللغة الفرنسية لمحافظتي درعا والسويداء، وذلك في مركز الباسل لتدريب الأطر الإدارية. الدورة هي بتستهدف المنهجية التي بنيت عليها الطرائق التي بنيت عليها المناهج، مناهج اللغة الفرنسية طرائق التفاعلية. هي فرصة للقاء بين المدرسين مع موجهينهم مع التوجيه الأول، فيها تغذية راجعة من الميدان عن تطبيق المنهاج عن مشاكل تطبيقه وتم تسجيله ومعالجته وأخذه بعين الاعتبار. تهدف الورشة إلى تسهيل تعلم مادة اللغة الفرنسية للطلاب ونقل المعلومات بشكل صحيح لهم. المناهج الجديدة بدنا نتعلم ونعلم الطلاب شو هي الطرق الصحيحة لمادة اللغة الفرنسية. بعدين ما هي أهمية اللغة؟ يعني بدنا نحن نكون طلاب يصيروا بيتكلموا يحكوا الفرنسي. شو هي الصعوبات اللي بتواجه الطلاب بمادة اللغة الفرنسية؟ فنحن جايين بس لنوجد طريقة كيف بنحث الطلاب انه اول شيء بس يحب اللغة وبعدين يحاول يتعلم، وانه اللغة بس مو بس للعلامات يعني او للدخول بالجامعة، كمان هي وسيلة تواصل. نتمنى انه نوجد حل هون. الجدير ذكره ان فعالية الدورة التدريبية مستمرة، حيث تقام في محافظة حمص يومي 13 و14 من الشهر الجاري، وذلك لموجهي ومدرسي مادة اللغة الفرنسية في كل من حمص وحما. فرقة نهاوند التابعة لمعهد شبيبة الأسد للموسيقى تقدم حفلها السنوية على مسرح دار الأوبرا بدمشق. التفاصيل في التقرير الآتي. أحيت فرقة نهاوند التابعة لمعهد شبيبة الأسد حفلها السنوي على مسرح دار الأوبرا بدمشق بقيادة المايسترو نزيه أسعد. طبعا هن طلاب معهد الأسد للموسيقى، هن ملتزمين بدوام يعني بشكل دوري، طبعا كل حسب كل واحد حسب آلته حسب الاختصاص تبعه. طبعا التدريبات عم تتم بشكل متفرق، ما عم ناخذ من دروسهم الخاصه بالاختصاص يعني السولفيج او الغناء. اللي عم نعمله انه يعني وقت نعمل حاله عمل جماعي او حفل على احد مسارح عم نجمعهم بيوم واحد في الاسبوع فقط، مشان ما يصير عندهم ضغط بالموسيقى، يكونوا في عندهم يومين دراسة سولفيج وإيقاع حركي وتزوق، بيكون اليوم الثالث هو الخاص بموضوع الكورال والغناء الجماعي. الفرقة الموسيقية عم تكون غالبا من الأساتذة المختصين ومن الطلاب المتميزين في العزف. فنانون صغار أطربوا الجمهور من خلال تقديمهم العديد من الأغاني لعمالقة الفن السوري، فكانوا نجوما على المسرح. كتير مبسوطة بهالحفلة وتعرفت تعرف أجداد، وإن شاء الله تعجبكم هاي الحفلة. بعزف على آلتي كمان وشارك بالكورال. طبعا أنا اليوم يعني كتير مبسوطة لأني أنا شاركت بهذا الاحتفال. طبعا أنا بهي الاحتفال أنا كتير قدرت أتعرف على عالم جداد وقدرت كون صداقات جديدة، وكتير هذا الشيء بيعني لي. تأسست فرقة نهاوند عام 2002، تتألف من 15 عازفا وعازفة وعدد كبير من المغنين الأطفال واليافعين، وتهدف لتوثيق التراث السوري والعربي. وننتقل لجولة الكاميرا التربوية خلال تغطيتها لفعاليات ونشاطات مديريات التربية في المحافظات، والبداية من حماة
حيث تسلمت مديرية التربية فيها البناء الجديد للثانوية المتفوقين الأولى، والتي تضم 32 قاعة صفية وإدارية مزودة بالأجهزة والمخابر. كاميرا التربوية حضرت الفعالية ووافتنا بالتقرير الآتي. تسعى وزارة التربية لتأمين الأجواء الملائمة للطلاب بغية الحصول على مخرجات علمية جيدة. بفرح وسعادة بدأ طلاب ثانوية المتفوقين الأولى في حماة دوامهم ضمن المقر الجديد للثانوية بعد أن تم الانتهاء من تزويد الثانوية بكافة الأدوات والمخابر والتجهيزات لزوم العملية التربوية. مع بداية العام الدراسي تم استلام مبنى جديد لثانوية باسل أسد المتفوقين الأولى طبعا في حماة. هذا المبنى طبعا من حوالي العام تم الانتهاء من بنائه، وفي بداية هذا العام تم النقل إليه. طبعا المبنى يتألف من 23 غرفة صفية وسبع غرف إدارية، مبنى واسع جدا وعلى الطراز الحديث كما شاهدتم. كان انتقال بناء المدرسة لبناء آخر خطوة جيدة، لأنه طبعا المدرسة الجديدة هي فيها غرف صفية أوسع تلبي طلبات الأهالي والطلاب بالانتقال للمدرسة. طبعا مدرسة جديدة، بناء جديد، طبعا كان الغاية منا استيعاب عدد الطلاب أكثر. الميزة فيها أنه نستوعب عدد المتفوقين زيادة عنا. طبعا من فضل رب العالمين إحنا الأول على مستوى القطر، هي 10 سنين علي وعنا تقريبا السنة الحالية 70 دار من 70 دخلوا، أكثر من 70 ل 75 طالب دخلوا تحضيرية. هذا وتضم الثانوية 32 قاعة صفية وغرفا إدارية ومخابر وقاعات معلوماتية ومكتبة فيها العديد من المراجع. نحن كتير مبسوطين ننتقل على المدرسة الجديدة، عبناء جديد وعم نجهز الصور الرئيسنا نحطها بكل غرفة صفية. نحن كتير مبسوطين لأنه انتقلنا على البناء الجديد، وإن شاء الله بنكون إنه من طلاب متفوقين. هلا لما انتقلنا على هاي المدرسة كان في هون القاعات أكبر وفي مساحة أكبر بالمدرسة، فكان في أريحية كثير كبيرة للطلاب من ناحية إنه ما في ضيق وإنه صار عطوا مساحة للطلاب، وإنه كمان أثر على العملية التعليمية إنه زادت إيجابياتها وإنه زاد الفهم للطلاب وصار أحسن. كما يتميز المقر الجديد للثانوية بموقعه الجغرافي والمساحة الواسعة للبناء، حيث يستطيع الطلاب ممارسة كافة الأنشطة والهوايات والتدريبات. من حماء إلى حمص، والتي أقامت مديرية التربية فيها ندوة تثقيفية حول العنف الموجه ضد الأطفال. مراسلنا في حمص والتفاصيل. محاضرة تثقيفية تسلط الضوء على العنف وأنواعه التي يتعرض لها الطفل وإن كان جسديا أو عاطفيا، أقامتها مديرية التربية في حمص بمشاركة عدد من الأطباء والمرشدين النفسيين والاجتماعيين. نحن كمرشدين اجتماعيين موجودين بمدارس الحلقة الأولى، من خلال تعاملنا مع الأطفال ممكن نواجه أطفال عم تتعرض للعنف ما عندها القدرة أنه هي تصرح عنه، فالدكتور بالمحاضرة يعني عرفنا على التفاصيل اللي ممكن من خلالها نحن نعرف شو هي علامات الطفل المعنف جسديا داخل المنزل أو المدرسة. بتمنى تكون الأمور ملاحقة أكثر من هيك، يعني مو بس أنه الواحد يحكي بهالموضوع، يلاحقوا الأمور بشكل أكثر طبيا وأمنيا وكل شيء. لازم يعني هاي المحاضرة تصير عن نطاق أوسع من هيك، يعني عن نطاق الأهل، على توعية الأهل من شان العنف ضد الطفل. نبين للأطفال بالمدارس، تلاميذنا بالمدارس، إذا تعرض لحادث معين هذا الحادث يعد اضطهاد، إخبار معلمته بالصف أو معلمه أو حتى الأسرة، لأن قد يكون الاضطهاد من قبل في المدرسة أو بالأسرة. حاولت سلط الضوء على ظاهرة الاضطهاد الجسدي لأنه ظاهرة سهل تشخيصها من قبل المثقفات الصحيات أو العاملين بالقطاع التربوي، فلازم نتعاون كلياتنا كفريق لحتى نقدر نعمل رصد لظاهرة العنف الواقع على الأطفال ونقدر نعالجها لحتى يطلع عنا طفل بتنشئة اجتماعية سليمة لحتى يكون عنصر بشري قادر على إعادة بناء الوطن. كيفية تشخيص الأذية الجسدية التي يتعرض لها الأطفال ومعالجة هذا الموضوع من خلال التواصل مع السلطات المختصة في هذا الشأن لكي يقوموا بإجراء المعالجات المطلوبة وفق القوانين والأنظمة. الحقيقة النقاشات التي تدور الآن في داخل القاعة فيما يتعلق بهذه الورشة هي قيمة وعلى درجة عالية من الأهمية،
وبالتالي تمكننا وتساعدنا جميعا على أن نسعى إلى بناء الإنسان، بناء الإنسان جسديا وفكريا وعقليا. دور أساسي يتخذه قطاع التربية والتعليم في المساعدة على تشخيص حالات الطفل المضطهد والإبلاغ عنها للجهات القضائية ليصار إلى حلها والتخفيف من العنف الحاصل على الأطفال. لأخبار التربوية، علي عياش، حمص. ونبقى في حمص، ومع فرع اتحاد شبيبة الثورة الذي كرم الطلاب المتفوقين في مرحلة التعليم الأساسي والثانوية العامة. التفاصيل في التقرير الآتي. بمناسبة عيد الشبيبة 51، قيادة فرع حمص لاتحاد شبيبة الثورة تقيم حفل تكريم للطلاب المتفوقين دراسيا في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وذلك على مسرح دار الثقافة في حمص. كانت أجواء رائعة، يعني بشكر أكيد كل المنظمين والقائمين على هذا الحفل. أكيد بشكر ثانوية اللي هي وصلت لها التفوق. كان تكريم كتير حلو، الفعاليات كتير حلوة وانبسطنا كتير. كتير شيء حلو، إن شاء الله لسه يعني من نجاح لنجاح وبدنا نحقق نجاح أكتر وأعلى. أكيد نحن راح نضل على الوعد ونضل إن شاء الله بنرفع اسم سوريا عالي هون أو برا أو بأي محل. نحن كنا جادين إنه نحقق لهم طلباتهم للشهادات وأي شيء بيلزمهم كتدريس، تعويض، احتفال، يعني تعويض عن دروس اللي راح نرزقها عنا احتفال، فكنا جاهزين لأي شيء. والمدرسين طبعا ما تأخروا، ما توانوا بأي شيء جهاز تدريسي. طبعا هذا التكريم يأتي كثمرة عمل لعام مضى وجهد لتكريم المتفوقين دراسيا، وهذا العمل هو تكملة لانتصارات الجيش العربي السوري في جميع بقاع الأرض. تخلل الحفل فقرات فنية وغنائية قدمها الطلاب والتلاميذ، كما تم توزيع شهادات التقدير على المتفوقين تشجيعا لهم على إكمال مسيرة العلم والمعرفة والمساهمة في بناء سوريا القوية. في القنيطرة، منظمة طلائع البعث تقيم وقفة تضامنية مع أبناء الجولان المحتل في موقع عين التينة ومعبر القنيطرة المحرر. تفاصيل أكثر تتابعونها في تقريرنا الآتي. من جميع محافظات القطر حطوا رحالهم هنا على أرض القنيطرة الطاهرة، لأنها أرض مقدسة امتزج ترابها بدماء الشهداء. وبمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، قامت منظمة طلائع البعث بوقفة تضامنية مع أبناء الجولان المحتل في موقع عين التينة ومعبر القنيطرة المحررة. الزيارة الآن وفي هذا التوقيت هي رسالة للجميع، وبنفس الوقت هي مهمة لكل أمين فرع موجود معنا من جميع المحافظات، بأن الجولان في قلبنا وفي عقلنا وفي أول أولويات اهتماماتنا، وأننا كمواطنين عرب سوريين نحن نتمسك بكل ذرة تراب، ولا يمكن أن يعني نتساهل في موضوع استعادة هذه الأرض المحتلة، هذه الأرض الغالية على قلوبنا جميعا، لن نتخلى عنها مهما بذلنا. من يريد أن يأخذ دفع وطني ودفع عروبي شامل يجب أن يأتي إلى أرض الجولان الحبيب، ويجب عليه أن يرصد بعينه كيف أن هذا العدو الصهيوني الغاشم قد سلب جزء من أرض سوريا الحبيبة، ولا بد أن هذه الأرض ستعود من جديد إلى حضن الوطن والسكان الذين هم الآن في المجزل، والكاميرا تلتقط صور لمساكنهم، هم في قلوبهم الآن يندهون سوريا. كمنظمة تقوم برعاية الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي، سنعمل جاهدين على غرس القيم الوطنية والانتماء الوطني لهذا الوطن ولتراب هذا الوطن. وأقمنا العديد من النشاطات بما يخص جولاننا الحبيب، الجولان في عيوننا، الجولان في قلوبنا، من خلال رفاقنا الطالعين، من خلال رسوماتهم والعمل المسرحي الذي يقدمونه حبا وعشقا لأراضي الجولان وتراب هذا الوطن. هي صورة تجسدت فيها اللحمة الوطنية المتمسكة بكل شبر من أرض الجولان المحتل، وهي الثقافة الوطنية التي تزرع في عقول طلائع البعث حتى لا يفرط أي جيل بذرة تراب من وطننا الغالي. مهما تحدثنا لأطفالنا عن الجولان،
عن الجولان المحتل لن ترتبط الصورة بالوجدان إلا إن كانوا هنا وفي هذا المكان. الآن تمنيت أن يكونوا أطفال طلائع البعث في الحسكة قبضة في يدي أحملهم إلى هذا المكان ليشاهدوا ما فعله المستعمر الصهيوني، كيف احتل هذه الأرض وخصوبة هذه الأرض وعطاءات هذه الأرض. أنا سمعت جملة أنهم يستنزفون مياه مدينة القنيطرة ليضاهوا هولندا في إنتاج الورد، لا تحلموا بهذا. نحن نملك جيشا وخلال سنوات الحرب الثمانية أعتى أقوى جيوش العالم. اليوم تجمعنا ورفاقنا بمنظمة طلائع البعث هو رسالة وتجديد لعشقنا وتمسكنا بالجولان الحبيب، ونحن بهالأيام منعيش بفرحة انتصارات حرب تشرين التحريرية، الحرب اللي أثبتت أنه جندي السوري هو جندي أسطوري، وهالحرب بتجدد أيضا كمان وتأكد على صمود الجيش العربي السوري بوجه الحرب التي شنت على سوريا الحبيبة خلال 8 سنوات. أول ما خطر في ذهني عندما وصلنا إلى هذا الموقع الذي هو مقدس بالنسبة لسوريا كلها أن الجولان هو قلب سوريا، وهو القلب الذي يجب أن يعرف به جميع أطفال القطر العربي السوري من خلال مجلة الطليعة التي نحن لا نخفى عن ذكرها في كل عدد من الأعداد، لأنها هي هويتنا ومعارك الجيش العربي السوري التي يحقق الانتصارات في جميع الجبهات. نتمنى أن نصل إلى تحرير الجولان وعودته إلى قلب سوريا. نحن قمنا بهالزيارة هاي بهالمناسبة العظيمة بمناسبة حرب تشرين التحريرية لنبعث رسالة للعالم الصديق اللي يعرف نحن شو، وللعدو يفهمنا نحن شو السوريين. كم أشعر بالفخر والاعتزاز لأنني زرت القنيطرة لأول مرة ورأيت ساحة السيد الرئيس حيث كان يرفع علم القنيطرة عندما تم تحريرها في حرب تشرين التحريرية، رفع علم العلم السوري في سماء القنيطرة مرففا لتبقى سوريا عزيزة شامخة. تتزامن هذه الزيارة العظيمة بذكرى حرب تشرين التحريرية التي أكدت للعالم ككل بأن سوريا عظيمة بقيادتها. جاءوا ممثلين لكل بقاع الأرض السورية ليوجهوا رسالة إلى العالم أجمع بأن الجولان عربي سوري مهما طال ليل المحتل. لأخبار السورية، عبد الله الوني، القنيطرة. فرع الحسكة لاتحاد شبيبة الثورة يقيم ملتقى حواريا انطلاقا من أهمية الشباب بالمشاركة في مستقبل سوريا. فريق التربوية في الحسكة حضر الملتقى وعاد بالتقرير الآتي. تأكيدا على أهمية دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقدرته على إثبات وجوده في التصدي للمؤامرة التي تتعرض لها سوريا، وبهدف معرفة آفاق وآمال جيل الشباب في المشاركة في مستقبل سوريا، أقام فرع الشبيبة بالحسكة فعاليات الملتقى الحواري الشبابي. هذه الملتقيات التي تنتشر في جميع فروع المنظمة في المحافظات السورية فيها طبعا مجموعة من العناوين التي تستهدف حياة الشباب والحياة السياسية في سوريا، وتطرح مجموعة من المشكلات التي تواجه الشباب السوري، وإيجاد أفكار ومقترحات ورؤى لحل هذه المشكلات بشكل كامل. الهدف من هذه الملتقيات هي التركيز على شريحة الشباب والتركيز على شريحة الأعمار من سن 17 إلى غاية 35 عام، ومحاورة الشباب واستنباط أفكار الشباب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا استنباط أفكار الشباب حول رؤى المستقبل ورؤى سورية
الحديثة. طبعا سوف يكون لهذه الحوار في كل يوم استخراج مستخرجات لهذه الحوار والتركيز على نقاط التوافق ونقاط الاختلاف. اعتمدنا الأسلوب الحواري في هذا الملتقى الذي يقام على مدار 3 أيام. الكوادر المحاضرة في الشباب أتت لتستمع أكثر من أن تتحدث، وبالتالي نحن الرغبة من خلال المعطيات التي يقدمها المشارك الرفيق الشبيب في هذا الملتقى على ضوء يتم بناء المعطيات الجديدة من خلال المحاضرين. المشاركون في الملتقى أكدوا أهمية قيام مثل هذه الملتقيات التي تعتبر فرصة لزيادة تثقيفهم ومشاركتهم في إبداء آرائهم ومقترحاتهم. إقامة ملتقى حواري شبابي لتنمية أفكارنا وثقافتنا، وحتى نوصل لمستوى يعني من ثقافتنا أو نطرح أفكار، وأخذنا أفكار وآراء من كل رفيق ورفيقة، ونحل مشكلة كل المحافظة أو بالأحرى معاناة محافظتنا محافظة الحسكة. هذا الملتقى الحواري الذي يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تواجه سوريا، تعرف على آراء الشباب وتثقيفهم سياسيا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لتحديد مشاكلنا ومعاناتنا في مدينة الحسكة، ومن ثم طرح الحلول واختيار الحلول ونجرب ذلك هذه الحلول، ونشكر منظمتنا على ذلك. يذكر أن هذا الملتقى الذي يستمر لمدة 3 أيام يأتي ضمن خطة منظمة اتحاد شبيبة الثورة للعام الحالي في جميع فروع الشبيبة بالمحافظات. كان هذا كل ما لدينا من التربوية في أسبوع. للمزيد من الفعاليات وأخبارنا التربوية نلتقي معكم مشاهدينا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.